داخل غرفة أخبار موقع يلا كورة بنتابعكم بكل ما هو جديد ومتعلق بنهائي القرن، نهائي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا الأول في التاريخ. مديران الفنيان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وجيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أعلن تشكيل الفريقين لنهائي القرن. هنبدأ بنادي الزمالك. جيمي باتشيكو اختار أن هو يبدأ بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، قدامه قلبين دفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء، ناحية اليمين أحمد عيد، وناحية الشمال إسلام جابر اللي هيعوض غياب عبد الله جمعة، وسط ملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، وامامهم الثلاثي زيزو وشيكابالا وبن شرقي، وامامهم مصطفى محمد مهاجم صريح. امام باتشيكو خيارين خلال المباراه، اما هو يبدا ب 4-2-3-1 بحيث انه زيزو يكون موجود في الطرف الايمن وبن شرقي في الجانب الايسر، وشيكابالا يلعب دور اوباما الغائب بسبب الاصابه بفيروس كورونا، او انه امامه اختيار اخر وهو انه يغير الطريقه ويقلبها ل 4-3-3. وهنا في ميزه في حاله انه بدا بشيكابالا ناحيه اليمين وبن شرقي ناحيه الشمال وامامه مصطفى محمد، يستفيد بزيزو كقوه في وسط الملعب جنب فرجاني ساسي، يكون هما الاثنين يلعبوا دور اللاعب رقم 8 قصاد طارق حامد. يا ترى باتشيكو بيفكر في ايه خلال المباراه؟ هل هيبدا ب 4-2-3-1 الطريقه المعتاده، ولا هيغيرها ل 4-3-3؟ اما النادي الاهلي فبيتسو موسيماني اختار انه يبدا بالتشكيل المعتاد او المتوقع، وهو في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه اثنين في قلب الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ناحيه اليمين محمد هاني، وناحيه الشمال علي معلول، اثنين وسط ملعب حمدي فتحي وعمرو السليه، امامهم مجدي قفشه صانع العاب، ناحيه اليمين حسين الشحات، وناحيه الشمال جونيور اجايه، وراس حربه صريح وهو مروان محسن، واختار ان هو يبقي بادجي على مقاعد البدلاء. تمنياتنا لمشاهده ممتعه للنهائي، ونتقابل ان شاء الله بعد المباراه النهائيه.